واش منين غادي يمشي الطفل، انه حتى الا مشى تشكى كيفاش غادي يكون رد الفعل ديال المسؤول التربوي ولا ديال الاستاذه ولا بزاف ديال الاشياء. هنا لاله صفية حنا في المغرب ما كاينش احصائيات اللي هي يعني رسميه بهذه الظاهره، فعلا كانت واحد الدراسه ولكن ماشي شامله تماما. اذا مثلا غير فرنسا 700,000 طفل اللي كيتعرضوا كل سنه للتنمر المدرسي، يعني في الاحصائيات يعني كيصنفوا من خلال الحالات انه تنمر بعد الاقل واحد على 10 كيتعرض لهذا التنمر، وواحد على 4 كيجيوها افكار انتحاريه منين كيعيش هذه الظاهره هذه المساله هذه، مع العلم انه برا يعني كاينين ظاهره ديال كاينه الظاهره ديال الانتحار ديال الاطفال اللي هما عاشوا هذا التنمر. هنا حنا ما عارفينش واش كان عايشوه ولا راه عايشوا دابا ولا الى اي درجه ممكن يكون مؤثر عليه اصلا، وشنو هما الاعراض اللي غادي تبان على هذا الطفل واللي غتبيننا على انه راه عايش واحد المشكله كبيره.